حمام بلحمه مفرومه وشويه خضار وجبن. انا عندي هنا كوبايه دقيق، كوبايه لبن، بيضه، شويه شبت، شويه لحمه مفرومه، معلقه زيت او معلقتين زيت، رشه ملح ورشه سكر وفانيليا، وايه وحبه جبن كده. هقول لك هنعمل بيهم ايه. لو مش عندك مش مهم يعني، كفايه دي قوي. وطاسه بقى هنشتغل فيها، ممكن نجيب طاسه اصغر شويه، ممكن دي، بسنه زيت. ممكن نزود البيض لو انتوا حابين، نحط اتنين بيضه، ايه رايكم؟ بصوا بقى عندي هنا ايه، كوبايه اللبن، وادي معلقتين زيت، رشه السكر، شفت لازم احرككم، ورشه ملح وفانيليا، عشان انا عايزاها تبقى مغذيه وعايزاها تبقى طريه، مش كلها دقيق يعني، ما تبقاش كريب كريب يعني زي بالدقيق بس، لا عايزاها سنه من اومليت، واخدين بالكم؟ بس بقى ايه، فيها الخضار وفيها اللحم والحركات دي. هنا انا حاطه شبت، ممكن تحطي بقدونس، ممكن تحطي كزبره، اي حاجه انت عايزاه، ممكن تحطي الثلاثه، بس انا ما حبيتش اخد ريحه المحشي، فقلت احط حاجه واحده بس، يا كزبره يا شبت يا ايه يا بقدونس، ولحمه مفرومه معصجه، لحمه مفرومه ايه معصجه، وشويه الدقيق اللي هم الكوبايه. خلاص؟ يلا ادي بيض، يكبوا صفرين ولا ايه؟ وادي بيضه. ماشي؟ خدت ايه؟ بيضتين، سبت بيضه اهو نرجعها لهم. اذا ما عوزناهاش يعني. وادي بيض، وادي يبقى انا كده حطيت ثلاث بيضات. يبقى انا حطيت هنا ايه؟ ركزوا معايا. كوبايه لبن، ثلاث بيضات، وكوبايه دقيق. ماشي؟ واخلطهم. طبعا كان في رشه ملح ورشه سكر وفانيليا، رشه ملح رشه سكر وفانيليا، رشه بس كده سكر بسيطه يعني. حلو كده. بصوا بقى عندي اسمه ايه، الشبت المفروم واللحمه المفرومه، انا مش هعصرها، خلطه واحده. بس كده خلاص اهي، خلطه واحده كده كسرت لي بيها الايه اللحمه المعصجه، عشان لو فيها حته مجمده ولا حاجه اهي، بص زي الايه خفيفه كده خالص كده اهي. بحط سنه زيت كاني هقلي بيض كده، حبه زيت كده ايه معقولين يعني.